I'm not staying. Love is light, light keeps burning. Let me know if I'm worth saving. The melting of the world's snow and ice has now triggered multiple climate tipping points, especially increasing levels of methane. In the Arctic, the impacts of climate change are the most extreme. But what does that actually mean for all of us? Substantial melting of the ice sheets, a rise in sea level, permanent droughts. The spike that we now see, I call it an explosion. يعني طب الفيلم بتاعنا بقى النهارده ايس اون فاير. الاول طبعا هي المخرجه هي مخرجه وهي في نفس الوقت كتبت، طبعا معاها ناس ساعدوا في الكتابه، لكن هي اللي كتبت السيناريو، هي اللي منتجت الفيلم، هي اللي ساعدت في انتاجه، فهي مؤمنه قوي بالقضيه. ده تاني فيلم ليها، لما نيجي هنتكلم عنها تاني فيلم ليها عن البيئه وعن الاحتباس، التغير المناخي والاحتباس الحراري. فهي اخذت اول تلت، يعني تلت الفيلم الاولاني تقريبا بتقول المشكله ايه، عايزه تقول للناس في مشكله حقيقيه، مش مجرد ان زي ما ترامب بيقول وزي ما رعاه الفصل فيول بيقولوا ان دي حاجه طبيعيه بتحصل. لا، دي حاجه مش طبيعيه، دي حاجه نتيجه لافعالنا احنا الغير مسؤوله. فاول جزء في الفيلم، اول تلت في الفيلم كانت بتتكلم عن كده. بعد كده ابتدت تقول ايه الافكتس بقى اللي حصلت، وبعد كده لجأت ان هي تقول السوليوشن. ففي الاول الفيلم كان بيتكلم على الكرايسيس نفسها، وكان بتقول ان كل ما في انبعاثات للكربون، وزي ما احنا قلنا ان في 6000 سنه زاد بس 80 بي بي ام في 6000 سنه، لكن من بعد الثوره الصناعيه من 1850 لغايه 2019 زاد 130 بي بي ام. يعني في 6000 سنه زاد 80، وفي ال 169 زاد 130. لانه طلع او ارتفع يعني من 280 ل 410، يعني هو المهم ان هو زاد 130 بي بي ام في 169 سنه، على اساس وعلى العكس تماما ان في 6000 سنه زاد 80. يبقى ده معناه ايه؟ ان مين السبب؟ هل البيئه السبب ولا ده فعل الانسان؟ لا، ده فعل الانسان. فده ما هيحصل، ده زي ما قلنا هي ناقشت اللي احنا قلناه بقى، هي قالته بالظبط، قالت ان هيحصل جلوبال، والفيلم قاله يعني ان هيحصل جلوبال وورمنج، وبالتالي هيحصل ارتفاع لدرجه الحراره، وادام ما ارتفعت درجه الحراره التلج هيدوب، ولما التلج هيدوب هيرتفع مستوى البحر، وده معناه ان ليس لاند وليس فود زي ما قلنا، وبعد كده وهيحصل برضو زي ما قلنا وايلد فاير، ونتيجه طبعا اللي احنا قلناه قبل كده كنتيجه ليه وهيحصل اضرار اخرى على الناس، سواء كان ميجريشن او انترنال ريبليسمنت بس، وهيحصل سترونج ستورم زي ما قلنا، وجفاف طويل، لغايه ما وصلنا لحاجه ان سماها هنا العالم ان دي الوصفه بتاعت الازمه اللي احنا فيها، ان هيبقى عندك ليس لاند ليس ووتر ليس فود ومور بيبل. يعني هو قال لنا ايه مشكله الجلوبال وورمنج بشكل مركز، وان كنت انا هزيد عليها كمان ان هو هنا ما قالش قال مور بيبل على الجزء ده على الليس ليس ليس، لكن لا، ده كمان البيبل نفسهم معرضه حياتهم هي كمان، سواء كان بسبب الكوارث او بسبب الامراض اللي هتنتشر. فيلم بيتكلم في البيئه ايكو دوكيومنتري 2019 زي ما قلنا، وقلنا اتعرض برضو الفيلم ده غير لموضوع اللي هي سحب ثاني اكسيد الكربون من الغلاف الجوي، لا هو قال لنا على موضوع الميثان، وده كان تقريبا من اوائل الافلام اللي تتكلم على خطر الميثان. هنا في بس حاجه معترضين عليها بعض النقاد في الفيلم، ان انت قلت لي مشكله الميثان بس انت ما قلتليش حلها. يعني انت قعدت تقول لي حلول للكربون دايوكسيد بس ما قلتليش حلول للميثان. والميثان هتلاقيه داخل في النص كده، يعني بعد ما اتكلمنا على حلين ثلاثه، بعد كده الميثان دخل، وبعد كده كمل بقيه الحلول اللي هو اخر حلين فيهم. فوجود الميثان في النص مع الكربون دايوكسيد دي شويه مش واضحه في نسيج الفيلم. والحاجه الثانيه ان هي ما قالتلناش، الفيلم ما قالناش حلول للميثان زي ما قال لنا حلول للكربون دايوكسيد. يعني مثلا تحت الجليد في عندك بقايا كائنات حيه، وعندك بقايا نباتات، فده معناه ان فيها كربون. فلما بيبتدي الجليد يدوب، البكتيريا بتبتدي تشتغل على البقايا دي وتنتج الميثان، غير ان اصلا اوريدي
في مخزون كمان منه، لا ده كمان بينتج نتيجة لتفاعل الميكروبات أو البكتيريا مع البقايا دي المتحللة. فهي ده الخطر، إن التفاعل ده إن هيبقى بكميات كبيرة، لأن أنت عندك درجة الحرارة بتزيد قوي بمعدل عالي، وبالتالي الذوبان هيزيد قوي، وبالتالي هيحصل التفاعل وهيحصل انبعاث لغاز الميثان أكتر من المفروض الطبيعة تتحمله. فالفيلم قال ده. طيب أنا كان ممكن يعني في تصوري يتقال حل، زي مثلا ما قالوا إن إحنا ممكن نعمل جليد صناعي في مواد معينة بتتفرش على الجليد، فبتعمل بتخلي الجليد يبقى أجمل، بيبقى إيه، أسمك، أكثر سماك. فكان ممكن الحل ده يتقال، كان ممكن يعني. فهي بس النقاد يعني أشاروا للجزء ده في أثناء نقدهم للفيلم. فالفيلم كان أول مرة يعني يعمل هايلايت لموضوع الميثان، غير إن هي بتستخدم قوي اللاندسكيب والدرون والتايم لابس عشان تقول لي إن العالم قد إيه حلو، الكرة الأرضية قد إيه حلوة، إحنا هنخاطر بده؟ فإحنا هنخلي ده يختفي؟ فهي كنوع من الربط، هي عايز تعمل كونكشن بيننا إحنا كمشاهدين وبين الأرض، عشان نحس بالانتماء، وبالتالي نبقى خايفين على إن ده يختفي. طب ما ده لا يختفي، إحنا برضو بعد كده إحنا هنختفي. بس هي بتحاول تضرب على كل العناصر، المشاعر يعني، المشاعر التأثير يعني في المشاعر. يعني في ناس بيقولوا طب ده مش هيحصل في وقتنا، ده مش هيحصل، أو ده مش هيحصل في وقتنا، أو فهي مظبوط. فهي بتتناول الجزء ده. زي ما قلنا الاوبننج سين للفيلم بدات على طول ان تقول في مشكله، فازاي تقول في مشكله؟ فجابت العالمه اللي بتطلع لي 11,000 قدم فوق جبل علشان تاخد السامبل، وبتاخد السامبل ده كل اسبوع علشان بتبتدي توديه للنوال اللي هم يبتدوا يجمعوا كل المعلومات دي، ويبتدوا يقولوا بالظبط النسبه بقت كام. فهي بتقول لك نفسها النسبه كانت 200، لكن دلوقتي انا اعتقد ان هي 400 وصلت ل 410. فعشان تقول ان الناس دول هارد وركينج قوي ومش بيكذبوا، فعلشان تقول ان دي اول دخله ليها، ان هي دي المشكله، عشان ما ندخلش بقى في جدل ان لا مش الانسان والكلام ده. حتى هي نفسها يعني كونرز نفسها قالت كده في احد اللقاءات يعني. الفيلم طبعا قاعد يتنقل بين اكتر من مكان علشان يوضح ان القضيه دوليه، وان في جهود من العلماء ومن بعض المؤمنين بالقضيه يعني على مستوى العالم. فتنقلت في اماكن كتيره جدا. طيب بعدين بعد ما قالت المشكله زي ما قلنا تلت الفيلم، بعد كده قالت احنا لازم ناو نبتدي الحلول.